السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة حبيب لمعلومات. إن شاء الله في هذا الفيديو كيفاش نسلفوا الإنترنت على المودم ألف البصرية في حالة إلى قضات لك الإنترنت وما عندكش دراهم باش تخلص، تقدر تسلف نتاع 96 ساعة، معنا نتاع 4 أيام، بطريقة سهلة جدا بدون أي مشاكل. قبل تشغيل هذا الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة وخاصة تفعيل الجرس بس يوصلك جديد. سنعود بعد الفاصل ونواصل. أولا نضغط على اتصال ومن بعد عندي 1500 بهذه الطريقة. معناها دركا سلفنا نتاع 4 ايام الانترنت بدون اي مشكل. دركا نستنى زوج دقائق او ثلاث دقائق تجيني الانترنت ونجربو. خاوتي راجعت الانترنت، ها هي سلفنا نتاع 4 ايام كما بدرنا. كيفاش سلفنا بهذه الطريقه باش تقدر تسلف الانترنت تاع 4 ايام، سواء كانت عندك الموديم الف البصريه والموديم تاع الاضيزه بهذه الطريقه. مهم عجبكم هذا الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ليصلك جديد، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.